أعلن معالي الشيخ هشام بن عبد الرحمن بن محمد آل خليفة وكيل شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية عن تدشين خدمتي الإقامة الرقمية وخدمة إصدار الجواز لأول مرة عبر البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية. وأكد معاليه أن إطلاق هذه الخدمات يشكل خطوة جديدة في تقديم المزيد من التسهيلات في ظل ما تشهده مملكة البحرين من تطور وازدهار. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي حول تدشين خدمتي الإقامة الرقمية وخدمة إصدار الجواز لأول مرة عبر البوابة الوطنية، والتي تأتي ضمن 24 مبادرة تطويرية تقدمت بها شؤون الجنسية والجوازات والإقامة. وأفاد معاليه بأنه تم إنجاز 9 مبادرات خلال الربع الأول من العام الجاري، والتي من أهمها إطلاق هاتين الخدمتين الجديدتين اللتين تم تدشينهما اليوم، مبينا بأن تدشين هذه الخدمات الرقمية يعد نقلة نوعية في عمل شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، حيث ستوفر الكثير من الجهد والوقت والطاقة البشرية. وقد أكد السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أن تدشين الخدمتين الإلكترونيتين يأتي انسجاما مع قرار اللجنة التنسيقية وقرارات مجلس الوزراء الموقر بإلغاء المستندات والشهادات الورقية وتوفيرها للمواطنين والمقيمين بصورة إلكترونية. يسرني اليوم أن نطلق الإقامة الرقمية وإصدار الجواز لأول مرة في مملكة البحرين، ولا شك أن تعد هذه الخدمات نقلة نوعية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، ولا شك أن الإقامة الرقمية وفرت علينا كثير من الجهد، بحيث أن وفرت علينا ما يقارب 1,000,000 ملصق كان يوضع بطريقة يدوية، والآن أصبحت إلكترونية تجدد تلقائيا من النظام، وهذا يعتبر نقلة نوعية. وأيضا مكننا من هيكلة أعمال بعض الموظفين بحيث يركزون على إصدار الفيزا الإلكترونية، واللي إحنا ننوي أنها تكون 24 ساعة في اليوم، وهذا طبعا بيمكننا من القيام بذلك. وكذلك إصدار الجواز لأول مرة بيكون عن نظام إلكتروني، بيوفر جهد المراجعة مراكز الخدمات ويسرع من العملية. تم إطلاق اليوم خدمة التأشيرات بحيث أنها تكون بشكل إلكتروني، وأيضا الجواز لأول مرة. طبعا التحول هذه الخدمات مهم جدا، لأنها تخدم شريحة كبيرة من المواطنين، تقلل الضغط على مراكز الخدمة، ما يحتاج حضور شخصي، بالإمكان الحصول عليها والاستمرار فيها، وإن شاء الله هي بداية لحزم كثيرة من المبادرات تم قرارها في مجلس الوزراء راح تأتي خلال 12 شهر قادمة إن شاء الله.